إذا الخلايا بتاعة الجسم البشري بتستهلك من 20 ل 35% من الإيه؟ من الطاقة. ده للناس اللي عندها مخ وبتفكر. طيب الأجمل حاجة في الإنسان إن المخ ده يعني في مثلا عندنا أكتر من 360 مفصل عظمة ومفصل، وأكتر من 500 عضلة بتتلقى أوامرها من مجموعة الأسلاك. ده زود له الطاقة شوية، زود للعضلة دي، لا اعدل التوازن، لا امسك القلم كويس، لا اكتب كويس. كام عضلة بتتحكم في هذا؟ هقوم هقعد، هميل يمين هميل شمال، أكتر من 500 عضلة بتعمل تتلقى أوامر وانضباطات بمدى القوة ودرجة القوة ودرجة الليونة. يعني أنا بعمل انقباض وانبساط وأنا بتني دراعي، مجموعة عضلات بتنقبض لازم التانية تنبسط، ما ينفعش الاتنين ينقبضوا وإلا يبقى تشنجات. يبقى لما تتني عضلة، عضلة تنقبض والتانية تنبسط، مين اللي علم ده؟ الناس. الكنز بداخلك أنت، لا تبحث عن الكنوز في الآثار ولا في الذهب ولا في المجوهرات ولا في الأموال ولا في المخدرات، الكنز بداخلك. ما تقولش جاتنا نيلة في حظنا الهباب، فين الحظ؟ آه لو تيجي يا حظ، حظ إيه؟ حظ إيه؟ ابحث بداخلك عن الكنوز التي أودعها الله فيك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشترك في قناتنا على يوتيوب الصحة تشانل.